طبعا هذه المظاهرة هي تفاعل مع الجريمة، جريمة المؤسسة التي ارتكبت على يد الشرطة ضد شابين من رهط، حيث قتلا على يد الشرطة. هم قتلا لأنهما عربيان، هذا هو الأمر الأساسي. يعني لو كانا يهوديين لما تم قتلهما، لأن الشرطة لم تقتل يهوديا في أي حالة جنائية أو حالة مدنية. لجنة أور، لجنة تحقيق رسمية إسرائيلية، قالت إن الشرطة تتعامل مع العرب كأعداء وليس كمواطنين. ولكن أنا أريد أن أقول أكثر من ذلك، المشكلة ليست محصورة فقط في هذا الشرطي وذاك الشرطي أو عقلية الشرطة، هي المشكلة موجودة في الأيديولوجيا المسيطرة في هذه الدولة. هذه هي القضية الأساسية. يعني عمليا هذه الحكومة التي تحرض بشكل سافر ضد المواطنين العرب هي الأب الشرعي لهذه الجريمة، هذه العنصرية، هذا الاستقواء، هذا الاستهتار ضد المواطنين العرب. تأتي هذه المظاهرة أيضا من أجل زيادة الوعي حول هذه الجريمة، مساهمة منا في إنجاح الإضراب. لا تبي يا ابن عمي، يا تبي يا ابن عمي.